بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة إن الإنسان عندما يفقد إنسانا هو جزء من حياته، بل قد يكون هو حتما لا يجد بلسما يخفف الجرح العميق الذي ينزف في قلبه. هكذا كان شهيدنا فاضل. كان الشهيد فاضل ابني البكر والتي أنارت شمعته حياتي بقدومه، وترعرع ذلك الابن أمامي وكبر وكبرت أحلامه وكنا نحلم معا. أما شهيدنا فكان يحلم كبقية أصحابه بحياة كريمة حرة في وطن حر، فأراد أن يحقق ولو جزءا من حلمه، ولكن ببطش هذا النظام ومرتزقته امتدت يد الطغاة وانتزعت ذلك الحلم وحطمته. كان الشهيد من أبرز وأقوى الثوار المناضلين والمواظبين على النزول في الساحات، وكان رحمة الله عليه لا يتخلف أبدا عن أي مسيرة ولا أي فعالية نسى ملذات الحياة، فكان لا يبالي أبدا وهو يقف أمام تلك الجيوش وهو رافع يده بعلامة النصر. فكان الشهيد كما تعلمون من أصل درازي، ولكنه ترعرع وكبر في قرية بني جمرة، وكان من المحبين والمخلصين لهذه القرية، وكان لا يبارح الساحات فيها، ولكن عندما رأى هذه القرية والتي أقف أنا في أرضها والتي هي مسقط رأسي، رأى الثورة نائمة فيها وحدثته نفسه وقال: لن يهدأ لي بال إلا وأفجر الثورة فيها. وبالفعل تفجرت الثورة في هذه القرية على يد شهيدنا فاضل، وأصبحت من أقوى القرى الثورية بمشاركة ثوارنا الأبطال. وأما حلمي أنا كنت أحلم كأي أم، وهو أن أراه مرتديا ثوب العرس وأزفه على عروسته، ولكن انتزع ذلك الحلم وشاء الله أن أراه شهيدا محمولا على الأكتاف في نعش مغطى بعلم هذا الوطن. فتحقق حلمه هو، لأن شهيدنا كانت الشهادة حلمه الوحيد وعشقه فنالها. فكان رحمة الله عليه قد تقلد بالشهادة كالقلادة على صدره، وكأنها قطعة حلاوة يضعها في فمه، وكان قلبه خزانة مليئة بالأسرار، وتلك الأسرار كانت في بئر عميق لا يكشفه لأحد أبدا، وكان ذا ثغر باسم ودائم المزح مع أصحابه وأهل بيته وإخوانه، وكان محبوبا في قريته. وفي ختامي أوجه كلمة أخيرة لكم يا ثوار: واصلوا في طريقكم ولا تتخلفوا عن المشاركة في هذه الفعاليات بجميعها من مسيرات وتجمعات ووقفات تضامنية حتى تحقيق النصر، لأنني أرى في هذه الأيام الأخيرة تخلف الكثير من مواصلة هذا الطريق. وأختم يا ابني وحبيبي بقول الإمام زين العابدين عليه السلام عندما فارق أحبته: آه يا ابني وحبيب عمري فاضل، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويداء القلب نيرانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.